الاساسيه ديالو او مشتركه من خارج، كما قال السيد الرئيس، بالامكانيات الماليه ديالو والبشريه، افكار ديالو والشراكات ديالو والمسائل ديالو. حاليا الدار البيضاء تتوفر على فريق قوي بقياده السيد الوالي وفيه رئيس مجلس الجهه، نشكر على اغلب اتفاقيات رحمه مجلس الجهه الدار البيضاء سطات، وفيه السيده العمده رئيس مجلس المدينه اللي كانت هي مذكوره في جميع ديال الاتفاقيات، وفيه الساده رؤساء المقاطعات وعمال المقاطعات. دونك هذا واحد الفاعلين الاساسيين داخل واحد المخطط استراتيجي، واحد المخطط اللي كتواكو معنا الدوله من خلال وزاره الداخليه ومن خلال المديريه العامه للجامعه الترابيه. قد يتساءل البعض لان الدوره ديال سبتمبر دوره ديال الماليه، ولكن حنا الميزانيه ما غندوزوها حتى الدوره الاستثنائيه، لانه القانون تيقول لك حتى 30 سبتمبر باش كتحسب تحصر المداخل والمصاريف وكتحصر الوضعيه الماليه ان شاء الله اللي خدامين حنا في التطهير ديالها. بالمناسبه حنا خدامين في التطهير ديال الماليه، كما قالوا بعض الاخوان وقال السيد الرئيس، كاين اتفاقيه تعود الى 1900 و2005 و2004 ومرصوده لها اعتمادات بواسطه رخص وزاريه، ولكن لم تفعل الى حد الان. وهذا كيتسمى حتى هو سوء تسيير، ماشي سوء تسيير بانه راه سوء تسيير بانك ما فعلتيش شي نقاط وشي اقتراحات وشي برامج وشي مخططات، ما فعلتيش، راه هو كيتسمى سوء تسيير. دابا حنا في وضعيه كنطهروا الميزانيه وكنصححوا الميزانيه وكنعرفوا الارقام الحقيقيه اللي عندنا باش نشارك في تمويل مدينه الدار البيضاء اللي اصبحت واحد الورش كبير من اقصاه الى اقصاه. بالنسبه للحي الاحباس، راه كما شتي الاستاذه تاجيه، راه المجهود اللي تبدل دابا في قناه بنت بكار، وهي مؤسسه تاريخيه نفس المشكل اللي غيكون ناقشنا مع السيد الرئيس على المؤسسه التاريخيه داخل منطقه الاحباس. هذا المشروع التاهيلي السياحي يدخل فيها. بالنسبه للنقاط اللي قلتها نوال ديال 33 نقطه و35 ودابا 25، اولا بعدا هذه مبادرات محموده، طموح كبير لاننا تنجيبوا 25 نقطه 30، وهذا كيدخل في اطار لا الاختصاصات الذاتيه ولا المشتركه. وتعرفوا بان المساطر دابا ديال المقررات راه هي المسطره ديال المقرر، كيصوت المجلس وكيصادق وكيمشي للتاشيره. كاين اللي كتمشي للتاشيره عند السيد الوالي اللي كنكونوا حنا اصحاب المشروع ولا مع مجلس المدينه، ولكن ملي كتدخل الجهه كطرف ضروري يمشي لوزاره الداخليه. ضروري ملي تكون اتفاقيه فيها شراكه ما بين مجلس الجهه الدار البيضاء سطات ومجلس المدينه ومجلس العماله وهذا والقطاعات الحكوميه المعنيه، ضروري هذيك الاتفاقيه كتمشي للداخليه، لان فيها الجهه طرف واللي صادق على كيأشر على الاتفاقيه ديال الجهه هي وزاره الداخليه. حنا الا كنا درنا المشروع ديالنا بوحدنا، راه السيد الوالي مشكور راه دغيا كيصادقوا لنا وكيأشروا لنا. هذه المناسبه نشكروا الاخوان ديال قسم الجامعات اللي كيواكب معنا هاد المساله هذه. امتى كتجي البرمجه؟ بعد التاشيره، كنصوتوا حنا، كتمشي الاتفاقيه عند السيد الوالي، كيأشر عليها الوالي، كيرد علينا، عاد باش كنبرمجوها في الميزانيه. عاد كنبرمجوها في دوره استثنائيه او دوره عاديه، ونفس التوصيات اللي قال السيد الرئيس، راه حنا في التوصيات راه قلنا بان مراسله جميع الساده عمال المقاطعات ورؤساء المقاطعات باش نقول لهم هاد المشاريع اللي عندكم، هل باقي متشبتين بهذه المشاريع وهذه الاتفاقيات؟ هل العقارات جاهزه؟ هل هذيك الساعه ملي غيجاوبونا الساده العمال ورؤساء المقاطعات غنعاودو نجتمعو حتى انا باش عاوتاني نقيو، حيت حنا دابا الاتفاقيات الاتفاقيه من 2008 وكاين شي مشاريع، لقينا شي مشاريع انجزات، ولكن باقا الاتفاقيه كاينه، بحال مثلا القاع المغطى ديال الغابه الخضراء، والغابه الخضراء راه كملات ولكن باقا كتبان لينا في الميزانيه. خدام الغابه الخضراء كتبنى القاع ديال الغابه الخضراء. دونك هذه مجموعه من المشاريع اللي هادو حنا تنقولوا اكدنا على حاجه، راه لا نلغي المشاريع، نلغي الاعتمادات. والمشاريع كما قال السيد الوالي المشاريع كتبقى، ولكن هذيك الاعتمادات خاصها توظف. ما يمكنش 900 مليون من 2005 وهي كاينه وغادي نجيو حنا في 2024 ونخليوها للاخرين وتا هما يخليوها. دونك ما جاش هذيك 900 مليون وهنا مليار وهنا 200 مليون غادي نخدموا بها، دابا واقفين عليها
لان الدار البيضاء دابا وقفه على الفلوس. كاين اوراش كبيره، كاين خدمه كبيره، كاين واحد العمل جدي جبار كبير، ولكن خصو التمويل، خصو الامكانيات. ما كانش الامكانيات هي مخطوطه اليوم كنتفرجوا فيها.